السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا منطقة الكهوف العجيبة بولاية جيجل، وللعلم أنه رانا في رحلة إلى مدينة أو ولاية جيجل، وسوف نوفيكم بكل يعني المقومات السياحية والعمرانية و يعني كل جوانب الولاية نتاع جيجل، خاصة حول مدينة جيجل. فإذا تابعونا على القناة، وكذلك سوف ننتقل إلى ولاية سطيف كذلك وولاية بجاية. إذا هنا رانا في واحد من أجمل الجسور في الجزائر، شيء رائع يعني. ولاحظ هذا الجسر القديم وهذا الجسر الجديد والنفق. هنا نشوف الجسر الجديد والنفق، وللعلم فيه نشوف يعني بعض الناس يقول لك فرنسا بنات كلش، فرنسا فرنسا. نشوفوا الجسر اللي خلاته فرنسا رغم جماله، فالعرض لا يتعدى 5 أمتار. لاحظ انه هنا من المستحيل ان جسر كما هذا يتحمل حركه تاع المرور نتاع 2023. ونشوف الجسر الذي بنته الجزائر في اذن الحجم نتاعو والعرض ديالو يعني تقريبا 3 أو 4 أضعاف الجسر هذا، اللي رغم أنه هو الجسر قديم عتيق جميل جدا. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الجسر طازة في ولاية جيجل، واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. سلام صحيح. ممكن نهبطوا لتحت كاع لابلاج باش لابلاج منا تقدر هاوليك تقدر كاين دروج حتى الارض باش نروح لابلاج. لابلاج هنا منا صعيبه شويه، وكان هبط باش نصور البون باك على معك. معليش منا نقدروا نصوروه قريب يعني. يا صح دوك نحكموا هذه هنايا. إذن هنا هذا واحد من أجمل الجسور في الجزائر، جسر رائع. إذن نزيد نهبط لتحت ونشوف الجسر هذايا.
علاش غادي يدير لي هذا؟